بينما أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، مؤكدا أنها قضية أمن وجودي، وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وعابرا للحدود. تناولت أيضا من جانبي قضية الأمن الوجودي لمصر، ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود.